واستمرت الملاحقات القضائية والمنع من السفر كإحدى أدوات الإخوان لتصفية حساباتهم مع خصومهم السياسيين بعد أن فشلوا في ضمهم إلى معسكرهم وتولي مناصب عرضوها عليهم، ومن بينهم وزير السياحة الأسبق والقيادي في حزب الوفد منير فخري عبد النور الذي رفض البقاء في الحكومة بعد وصول محمد مرسي للحكم. الأستاذ الفاضل منير فخري عبد النور، دكتور هشام بناء على توجيه مني جابه قال له تفضل زي ما انت وزير للسياحة، مرضيش. دخلت للدكتور هشام قال لي شوف بقى انا حامل رسالة من السيد رئيس الجمهورية، وهذه الرسالة بالمكرر العرض عليك لبقاء في الوزارة. قلت له احفيني، قراري نهائي. قلت له السبب واضح جدا، انا انتمي الى فصيل سياسي مختلف، الفكر مختلف، وهنصطدم في السياسات في القرارات، هنصطدم، فخليها من اولها، خليني انا في جانب وانا في جانب. وعلى كل حال هقول لك بمنتهى الصراحة، أنا مش هخرج من المسرح السياسي، مش هكون في الحكومة، أنا مقطعا هكون في المعارضة. فكنت واضح كده. لقيت إعلام بيتصل بيا بيقول لي أنت متهم بإهدار المال العام. أنا متهم بإهدار خير لا سمح الله، يعني إيه وفيه كان مقصود بيها تقديمي للمحاكمة يعني. وتم تعيين معايا بقى، قعدت من الساعة أظن 9:30 صباحا لغاية 9 بالليل، 12 ساعة في تحقيق يعني دقيق جداً.